الطلعيات هي مخلوقات حية وحيدة الخلية حلقية النواة، تحتوي على عضويات مختلفة ولها أعضاء للحركة. ميزات الطلعيات حلقية النواة حيث أن نواتها محاطة بغشاء نووي مميز مفصول عن سيتوبلازم الخلية، ويوجد داخل النواة كروموسومات تميز وجود أعضاء الحركة مثل الأصوات والأهداب والأقدام الكاذبة. تعيش في بيئة مائية مالحة وعذبة وتربة رطبة متطفلة على الحيوانات. التكاثر، تكاثر جنسيا بالانقسام الثنائي بسيط جنسيا في بعض الظروف الخاصة، وعندما تسوء الظروف تقوم بتكيس وتحوصل ضمن جدار متين يقيها من الحرارة والجفاف، وتبقى هكذا حسب الظروف وتعود لممارسة حياتها.